عندي مشكلة إن ماما على طول عيانة وكل شوية تتعب ومش دايما بلاقي ربنا جنبي يشفيها. افتكروا حكاية بطرس، ربنا اتأخر قوي بس في الآخر كان قريب ومد إيده ومسك وفرح وعمل كل حاجة حلو. احنا علينا نقول يا رب خليك جنبي وهو يعمل اللي عليه. خلي صاحبكم ربنا وأبوكم ربنا وعريسكم ربنا، وربنا يبقى الكل في الكل، تعيشوا أسعد ناس في الدنيا.